يعني هناك ملامح واضحة الآن في الساحة الثقافية العراقية، عودة بعض الفنانين والمثقفين العراقيين المغتربين إلى داخل العراق. هل سيكون هناك تلاقح ثقافي جديد؟ هل ستكون هناك رؤية فنية أدبية ثقافية جديدة بعودة الخبرات العراقية؟ ما أعرف أن أمق الأشياء وأوردها يعني وخليها لونها وردي، يعني هم فنانين الداخل دا يشتغلون، السؤال دا يشتغلون ما دا يشتغلون، فبالتالي يعني أنت شو تريد تقول للخارج؟ الخارج يريد شغل، هو ما متهرب من البلد لكون ماكو أمان أو كذا، لا، الناس تريد تشتغل، الفنانين يردون يشتغلون، فأنت إذا فنانين العراق ما مشتغلين فبالتالي شنو يعني؟ هي مجرد يعني يعني لا إشعاعات يعني أنه شغل وكذا، أنت أمام شغل، فنان طاقة عمر دي يمشي، إذا يمر سنة وسنتين أنت قاعد شنو قيمة الأشياء؟ فأنت شوف تلاحظ أوكي إذا عدت تصريحات والله المسؤولين قلبنا ينفتح من يصرحون على الفن والثقافة وإذا اختزلوا لك الفن والثقافة لو بمهرجان لو برمضان ما يصير، لازم أكو أسس صحيحة يصير عدالة، عدالة بالشغل، الكل يشتغل حتى. هل هذا يطرح تساؤل أنه بغداد عاصمة للثقافة العربية عام 2013 جواها خط أحمر؟ والله يعني ما أعرف ثقافة بدون مسارح، ما أعرف ثقافة بدون سينمات، ما أعرف ثقافة بدون طبع كتب، ما أعرف ثقافة بدون إنتاج يعني. أما إذا هي مجرد رسائل فإحنا نقول بغداد الثقافة وظل بغداد الثقافة.